البيان الأول للقوات المسلحة المصرية اللي فيها بتقول إن في عملية هتحصل مشتركة ما بين قوات الجيش والشرطة لتطهير سيناء، وده طبعا بناء على تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بعد ساعات أصدرت القوات المسلحة البيان الثاني واللي فيه أعلنت استمرار الجهود لقوات إنفاذ القانون، وإن هي القوات الجوية قدرت إن هي تستهدف بعض البؤر والأوكار والمخازن الأسلحة والذخائر اللي كانت بتستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة لاستهداف قواتنا اللي موجودة في سيناء. تعالوا مع بعض نشوف البيان الثاني اللي خرج بعد ساعات من البيان الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. استمرارا لجهود قوات إنفاذ القانون، قامت عناصر من قواتنا الجوية باستهداف بعض البؤر والأوكار ومخازن الأسلحة والذخائر التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة لاستهداف قوات إنفاذ القانون والأهداف المدنية بشمال ووسط سيناء. كما تقوم عناصر من القوات البحرية بتجديد إجراءات التأمين على المسرح البحري بغرض قطع خطوط الإمداد عن العناصر الإرهابية، وتشدد قوات حرس الحدود والشرطة المدنية من إجراءات التأمين على المنافذ الحدودية، وكذا تجديد إجراءات التأمين للمجرى الملاحي. وتقوم عناصر مشتركة من القوات المسلحة والشرطة بتكثيف إجراءات التأمين على الأهداف والمناطق الحيوية في شتى أنحاء الجمهورية. حفظ الله مصر وشعبها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.